بصباحنا والناحية الطبية اللي كتير مهمة رح نحكي عنها بالتفصيل ونجاوب كمان على كتير من الاستفسارات. صحيح يا فرح، قلنا ببداية حلقتنا لليوم انه فقرتنا الطبية رح تكون عن الزلة التنفسية، ومثل ما بنعرف حاليا نحن بموسم الشتاء بتكتر طبعا نزلات البرد وبعض الأمراض، واللي بتختلف مدتها وبيختلف تأثيرها عند الشخص العادي من الشخص اللي بيعاني أصلا من مشاكل صدرية أو أمراض مزمنة. مثل ما بنقول شو الأسباب وشو طبعا الأعراض اللي بتختلف فيها وقديش مهم العلاج وغيرها من التفاصيل، كلها رح يجاوبنا عليها الدكتور حسام بردان اختصاصي بالصدرية. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نسمع كثير عن الزلة التنفسية، خلينا نعرف بمفهوم بسيط شو هي الزلة التنفسية وشو الأعراض اللي ممكن يتعرض الشخص لها. تماما. هلا أول شيء الزلة التنفسية هي يعني خلينا نقول مظلة أو يعني شغلة كبيرة، ما هي عبارة عن مرض خلينا نقول أو مرتبطة بمرض معين، هي عبارة عن عرض بيشتكي يعني جزء عدد كبير من المرضى اللي بيراجعوا العيادات الصدرية أو العيادات القلبية أو العيادات الداخلية بهذا العرض. طبعا احنا بشكل أساسي إذا بدنا نوضح ببساطة شو يعني نقصد بالزلة التنفسية، إنه الشخص بشكل طبيعي ما بيشعر بحاله انه هو عم يتنفس، يعني هو هذا الشيء يعني لا ارادي او شيء يعني منعكس، ما بيشعر بهذا الشعور. الشخص اللي يصاب بالزلية التنفسية هو يشعر بانه عم يجهد انه هو عم يتنفس، عم يشعر بحركات التنفس تبعه، عم يحس حاله انه اذا مشيت انه في شيء غلط بمجال التنفس تبعه. اذا هو شعور خلينا نسميه اكثر ما هو شعور عند الشخص بانه انا عم بشعر بالتنفس تبعي او انه هذا التنفس تبعي ما هو صح، يعني ما عم بتنفس انا بطريقه صحيحه. طبعا مثل ما يعني حكينا انه هو شغله يعني تنطوي تحت كثير من الامراض، يعني ما فيني اقول انه هذا المرض بشخص مثلا ذات رئه او مثلا نوبة ربو حادة. عدد كبير من الأمراض القلبية والصدرية بتؤدي إلى الزلة التنفسية. طبعا الزلة التنفسية بمفهومها العام نحن بنقسمها طبيا إلى ثلاث أنواع. النوع الأول هو بنسميه الزلة التنفسية الجهدية، يعني اللي هي إنه الشخص بيشعر على الجهد المعين، إنه مثلا بذل جهد مشي 100 متر طلع درج طلع طلعة بلش يشعر بضيق بالتنفس أو يشعر بتنفسه، هي اسمها الزلة التنفسية الجهدية، وهي بنقسمها عادة إلى درجات يعني حسب شدتها، إنه نحن بنقسمها إلى درجات، إنه مشي مثلا مسافة 100 متر 200 متر طلع بطلعة. دائما هو الزلة التنفسية يعني بشكل أساسي بنأكد عليها ببذل جهد بطلعة أو بدرج، يعني هي بيكون الشعور أصعب، يعني دائما المشي على بطريق مستوي ممكن يخلي الزلة بتظهر بدرجة أخف، بس مجرد أنه حكينا أنه صار في عنا طلعة طلع المريض بطلعة أو طلع درج طابق أو طابقين أو ثلاثة، هون عم نحكي بتظهر عنده الزلة التنفسية بشكل واضح. هلأ في عنا زلة تانية اسمها الزلة الاضطجاعية. الاضطجاعية أنه بس يجي بده يتسطح بالتخت بيشعر بأنه داء نفسه، وهي غالبا الزلة التنفسية سببها قلبي المنشأ، العلاقة بقصور القلب أو باحتباس سوائل بالجسم، مجرد تسطح بيشعر بأنه داء بالتنفس. وهون المريض بيعبر عن هذا الشيء بيقول أنه أنا صرت أرفع المخدات لحتى أحسن نام، أنه مثلا كنت نام على مخدة صرت نام على مخدتين أو ثلاث مخدات، حتى بالدرجات الشديدة منها قد تصل أنه الشخص ممكن ينام بشكل على القاعد يعني حتى يتخلص من شعور هالزلة التنفسية. طبعا هي سببها مثل ما حكينا قلبي، وله علاقة بالسوائل، لأنه بتسطح الشخص السوائل اللي بجسمه وبالأطراف السفلية عادة بترجع على القلب، فبالتالي القلب بيتعرض شوي لعبء سوائل زائد، وهذا الشيء بيعمل احتقان بأوعية الأوعية الرئوية وبيشعر مريض بديدنا، فبيضطر انه يعدي المخدات. هلا في كمان زلة ثالثة بنسميها الانتيابية الليلية، هي انه بيكون المريض نايم كمان خلال فترة الليل بفيق انه بدي انا اخذ اكسجين، بدي افتح شباك، بدي اطلع على البلكون لحتى احسن اخذ اكسجين، وهي غالبا كمان العلاقة بالامراض القلبية، وقد كمان ممكن نشوفها ببعض الامراض الصدرية مثل نوبات الربو مثلا او التشنج القصبي اللي ممكن يترافق خلال فترات الليل. اذا هدول عندنا الزلة الجهدية والاضطجاعية والانتيابية، هي الزلات اللي احنا الزلة التنفسية اللي بنسأل مريضنا عليها بشكل مفصل، يعني بنحاول انه نقعد معه انه قديش درجة التنفس. هلا بالدرجة الثانية بيهمنا مرافقات هذا المرض، يعني نحن الزلة التنفسية هي كعرض بجوز لحالها ما تعني لنا شيء، بس بقى وقت بنشوف انه عم تترافق مع شيء ثاني، مع ألم بالصدر، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بيهمنا دائما نحاول نربطها مع شيء آخر. هلا نقطة مهمة كمان بدي احكي عنها بالزلة التنفسية، انه قد تكون مرتبطة ليست بأمراض الصدر وليست بأمراض القلب، يعني ممكن تكون بأسباب ثانية. مثلا في عنا سبب شائع بنشوفه عند السيدات مثلا اللي هو فقر الدم، مثلا نتيجة ضياع الدم ممكن يصير في عندهم فقر دم، انخفاض بالهيموغلوبين،
هذا كمان بيعمل صعوبة بنقل الأكسجين ضمن الجسم، لأنه بنعرف أنه الكريات الحمراء هي اللي بتنقل الأكسجين. فبنلاقي أنه السيدة اللي عندها فقر دم ممكن تشكو من الزلة التنفسية دون أن تكون مصابة لا بمرض صدري ولا بمرض قلبي ولا عندها ربو ولا. فدائما نحن هي من الأمور الهامة أنه ننتبه لها. طبعا في عنا أسباب أخرى قد تكون أسباب نفسية المنشأ يعني. فنحن في عنا ليست كبيرة من الأمور بنحاول أنه نستعرضها نفصل فيها مع المريض في أكيد. تشخيص الزلة. طيب دكتور خلينا نحكي شوي اليوم فرق، بنسمع عن قصر التنفس والزلة التنفسية. حضرتك قلت أنه الزلة التنفسية ممكن تكون عرض ببعض الأحيان أو بعض الأمراض. اليوم قصر التنفس شو الفرق بيناتهم؟ ممكن يكون الشخص عم يعطي نفس المؤثرات عند الفحص السريري، كيف نقدر نفصل بيناتهم أو نفرق بيناتهم؟ قصر التنفس هو بشكل عام يعني خلينا نسميه هو مثل نحن مصطلح عامي، نحن بنستخدمه عند أشخاص نحن بنقول لهم في عندهم زلة تنفسية في حالة بنسميها عدم التأقلم. عدم التأقلم هي يعني الديكونديشنينج، يعني شلون انه انا شخص مثلا ما بلعب رياضة، ما عندي لياقة، يعني خلينا نلخصها هي نقص لياقة خلينا نقول. وهي شائعة جدا يعني احنا بمجتمعاتنا صحيح. انه في كثير اشخاص بتشتغل اعمال مرتبة، مرض العصر صار عدم اللياقة عند كل الاعمار حاليا، كثير اشخاص اعمالهم ما فيها كثير حركة. يعني جزء كبير من الاعمال المكتبية، الاطباء، المحامين اللي هن قاعدين ضمن عمل مكتبي لفترات طويلة، يمكن ما عندهم وقت انه يمارسوا رياضة، يمكن مثلا بيضطروا انه اذا بدهم يروحوا مشوار بسيط انه يتحركوا ضمن وسيلة نقل، الحركة بالنسبة قليلة، ما بيطلعوا كثير درج. مع الوقت بيصير في عندهم شيء اسمه عدم التأقلم، عدم التأقلم او قلة اللياقة البدنية. هلا بيجي الشخص بده مثلا اضطر انه شي مرة من المرات يطلع درج او يبذل جهد معين او يطلع بطلعة، بيلاقي حاله انه وهذا مو انا، ليش هيك صار معي؟ يعني انا ما بتذكر حالي انه انا هيك. فهي نحن بنقول يمكن بالعاميه قصر التنفس هي غالبا هي شغله ما انا مرضيه، يعني ما انا عباره عن مرض، بس طبعا نحن بننفي الاسباب المرضيه، يعني نحن بنراجع الطبيب لننفي الاسباب القلبيه، بنعمل تخطيط قلب، بنعمل صوره صدر، ننفي. بس على الاغلب في جزء كبير من الاشخاص بمجتمعاتنا مصابه بهذا قصر التنفس او عدم التاقلم، نحن بنقول له دي كونديشنينج اللي هي تغير الحاله انه هو بلش يبذل جهد او راح يلعب مثلا برياضه، بيسجل بنادي رياضه هو من زمان ما عبان الرياضة، وبلش من اليوم الأول بلش أنه بده يحاول يعني يدخل بسرعة على الرياضة. فكمان نحن بننصح حتى الشخص دائما أنه نقول هي باعتباره عدم التأقلم، ننصح بالتأقلم. التأقلم يعني أنه الواحد تدريج. يدخل على الرياضة بشكل تدريجي، ما نفوت فور من اليوم الأول أنه أنا بدي أمشي ساعتين أو أركض ساعتين. فبدي حاول أنه اتدرب على هذا الشيء بشكل تدريجي لحتى ما، لأنه هي أعراضها يعني مرعبة بصراحة. يعني ممكن حتى الشخص هذا مثلا يطالع درج وهو أصلا ما عنده عدم تأقلم، ممكن يضطر أنه يسعفوه على المشفى بسبب بهالحالة، يفكروا عنده لا سمح الله مرض قلبي أو مرض صدري بسبب هالحالة العدم التأقلم هي. نعم. كمان دكتور بنسمع كثير عن الأشخاص تعرضوا لجائحة كورونا من ناحية الرئتين أو ناحية التنفسية، طابوا منها، لكن لبعدين بنسمع كثير إنه الآثار ما زالت موجودة. أي عرض ممكن يصير معهم من ضيق بالتنفس، أي شيء ممكن نرجع هذا الموضوع لأزمة كورونا أو جائحة كورونا اللي تعرض عليه الشخص، هل هذا الشيء صحيح؟ وهل هي جائحة كورونا تركت فعلا هذا الأثر الكبير حتى بعد ما أكدوا الأطباء حالة الشفاء التام للمريض؟ هلا مما لا شك فيه انه يعني الله لا يعيد هذيك الايامات، طبعا بنذكر هجمه الكورونا بفتره من 2020 انه في اشخاص انصابوا باصابات كورونا شديده. هلا نحن عم نحكي انه شخص ترك اصابه عنده او ترك يعني شيء بالرئه، فغالبا هن من الاشخاص اللي كان اصاباتهم شديده او شديده جدا. يعني شو هدول شديده؟ اللي هن احتاجوا لاكسجين خلال فترة كورونا، واحتاجوا لا سمح الله لعناية مشددة، واحتاجوا حتى لأجهزة التنفس الصناعي. إذا في عنا كان جزء من المرضى يعني قد تقدر نسبتهم ب 10 إلى 20% أننا تعرضوا لإصابة كورونا شديدة. لاحظت الحظ أنه 80% من إصابات الكورونا بهذاك الوقت كانت خفيفة إلى متوسطة، وهي غالبا بتكون شفيت وما تركت أي أثر. هلا الإصابات الشديدة نسبتهم 10 إلى 20% في جزء إصابة الرئة بكورونا، طبعا طول شوي الوقت لصار شفاء، فتركت بعض ما يسمى الإصابات، نحن الإصابات الخلالية ضمن الرئة أو بعض التليفات ضمن الرئة. طبعا بجوز بالأحوال العادية أنه الشخص تأقلم معها إلى حد ما، بس ممكن تبقى هاي الندبات موجودة ضمن الرئة. ممكن إذا نحن بدنا نأكد التشخيص تبعها بنأكده عن طريق إجراءين أساسيين نعملهم. في تصوير اسمه التصوير الطبقي المحوري عالي الدقة اللي بيعمل شرائح صغيرة ضمن، يعني بيورجينا شرائح صغيرة بمقاطع الرئة، فبيورجينا إذا في أي إصابة خلالية تاركتها الكورونا أو تندوية. وفي اختبار ثاني بنعمله اسمه السبيروميتر أو الوظيفة التنفسية، اللي هو أنه الشخص بينفخ ضمن جهاز معين، وهذا الجهاز
بيكون عبارة موصول على الكمبيوتر وبيحلل النفخة تبع المريض فبيعطينا شدة النفخة. هلأ إذا كان الشخص شدة النفخة تبعه طبيعية وخلينا نقول الطبق المحوري تبعه الطبيعي أو التصوير تبعه طبيعي فغالبا معناتها الإصابة ليست لها علاقة ببقايا الكورونا، إذن ليست هي بقايا كورونا. إذا لقينا في مشكلة بوظيفة التنفس أو في عنا بعض البقايا بضمن صورة الطبق المحوري فقد تكون هي ما كنا نسميها متلازمة ما بعد كورونا أو بوست كوفيد، أنه تارك الرئة انصابت والأراني اللي انصابت بالرئة طبعا صار شفاء بس في مناطق تأذت شوي أو تجرحت خلينا نقول ضمن الرئة تركت مكانها التليفات الصغيرة، وهي بالأحوال العادية قد يكون الشخص متأقلم معها بس أنت ممكن يشعر به مشكلة إذا مثلا بذل جهد يعني غير مألوف مثلا أكثر من الأول أو تعرض لقريب قوي تعرض لذات رئة جديدة يعني صار عنده مشكلة تانية إضافية تعرض لمشكلة قلبية إضافية يعني هو إلى حد ما قد يكون متأقلم معه وقاعد فينا نقول دكتور هذا الأشخاص أني أكثر عرضة للخطر؟ لا شك يعني نحن دائما وجود مناطق بالرئة خلينا نقول يعني مصابة فيها بعض التوسعات القصبية أو بعض التليفات الرئوية هن أكثر عرضة للإصابة بالإنتانات التنفسية. طبعا نحن بننصحهم بشغلة طبعا أنه أي شخص عنده متلازمة ما بعد كورونا أو إصابة توسع قصبي ما بعد كورونا أو تليف رئة أنه يأخذوا لقاحين، في لقاح اسمه لقاح الإنفلونزا اللي معروفه بيتاخد بهذا الوقت تقريبا بكل سنة بأشهر الخريف شهر 10-11-12 لقاح الرئويات لقاح سنة، وفي لقاح تاني هو اسمه لقاح المكورات الرئوية اللي احنا عامية من له لقاح ذات الرئة اللي هو عادة يعطى كل خمس سنوات وفوق 65 سنة ممكن نعطيه فقط لمرة واحدة. إذا ذول اللقاحين جدا مهمين عند هدول الاشخاص. طبعا نحن بننصحهم بشيء اسمه التاهيل التنفسي يعني انه يعني يتدربوا يعملوا شويه رياضه تمارين للتنفس صحيح. تمارين في عندنا حتى بعض يعني التمارين ممكن تقوي النفس بالنفخ او نفخ البولين ممكن طبعا ضمن حد معقول وتحت اشراف طبي ما يكون بطريقه مبالغ فيها صحيح. دائما تقويه العضلات التنفسيه ممكن تمارين التنفس حتى اذا في عندي بعض الاجزاء المصابه بالرئه المغلقه ممكن حتى تفتح، فاذا التاهيل التنفسي مع اللقاحات عند هؤلاء الاشخاص هو ذو اهميه هامه بهالحاله. طيب دكتور خلينا نحكي كمان عن نقطه، حاليا بهذا يعني السنه الماضيه او السنه تقريبا عم نشوف حاله كثير موجوده شخص قرب او رشاح انفلونزا او قريب صحيح. عم بيضل عنده بعد ما يشفى من الاعراض اللي هي كانت واضحه اللي هي سيلان الانف او انه انفه مسدود ما عم يقدر يتنفس، هي الاعراض الصارخه عم تختفي عم بيضل عنا سعال صحيح. وعم ينقسم الناس اللي عندها مثلا مثل سي او بي دي وغيرهم عم بيضل في عندهم سعال له خشه صح. لفتره كتير طويله ومزعجه جدا عم بتضايقهم بالاكل بتضايقهم بالشرب مع بلغم، والناس اللي ما عندهم اساسا هي الامراض عم ضل عندهم سعله بسموها خشنه هيك صح. جافه، فعم شوي عم بيصير ياخذوا ادويه من عندهم يعني بيروحوا على الصيدلي يعطيني دواء سعله. خلينا نحكي عن هي الحاله لانه هلا كثير عم نشوفها رائجه فعلا. هلا في شيء اسمه نحن فعلا انه يصير في انتان تنفسي علوي مثل ما تفضلتي رشح او سيلان، هلا ممكن ينصاب الشخص بعد يومين او ثلاثه انه نحن في مصطلح بنقوله بالعامي انه نزل الالتهاب على الصدر انه ممكن يصاب بالتهاب القصبات، يعني الالتهاب يتجاوز الطرق التنفسيه العلويه يتجاوز الانف والبرعوم وينزل على القصبات. هلا ممكن ما يصل لمرحلة انه يصيب الرئة ممكن بس يصيب القصبات، وقت بيصيب القصبات طبعا هالقصبات بصير فيها مثل حالة من التخريش حالة من فرط الافراز للمخاط فيصاب بالتهاب القصبات بنسميه التهاب القصبات الحادي اللي هو غالبا بيكون اصابته فيروسيه وقد تكون ببعض الاحيان تختلط باصابه جرثوميه. هلا اذا كان في سعله بعد يومين ثلاثه من القريب انا بفضل بهيك حاله انه نراجع طبيب لحتى نعمل يعني على الاقل انه فحص سريري، واذا اضطرنا نعمل صوره صدر لننفي انه ما يكون في عندنا صار الالتهاب ضمن القصبات او ضمن الرئه، لانه ممكن ببعض الحالات هي نحتاج الى صادات حيويه او موسعات قصبيه او كورتيزونات حتى جهازيه. هلا في عندنا حاله يعني غير التهاب القصبات في شغله اسمها متلازمه ما بعد التهاب القصبات، هي بتصير عند اشخاص عاده ما عندهم ربو بس خلينا نقول مؤهبين للامراض التحسسيه اكثر، يعني هنا بيتحسسوا اكثر من غيرهم، عندهم فرط ارتكاز قصبي ضمن القصبات، انه بيشفوا شوي من الانتان التنفسي بس هذا الشيء بيعمل لهم مثل تحريض للتحسس اللي بقصبات صدرهم، فممكن احيانا يتموا عم يسعلوا شهر او شهرين وثلاثه وبيضطروا يراجعوا طبيب وبجربوا كل شربات السعله تبع الاعشاب، وهي بتلاقي انه دائما عندهم هالشعور التخريشي هذا انه دائما عم يسعل وكل ما تسطح ممكن يسعل، هي بنسميها متلازمه ما بعد التهاب القصبات، يعني هو شفي من الانتان طاب الفيروس بس يبدو انه عمل تخريش هذا الالتهاب الانتان اللي صار ضمن القصبات الهوائيه، هدول الاشخاص غالبا نحن بنحتاج انه نعطيهم شيء من البخاخات اللي فيها ماده الكورتيزون الانشاقي،
يعني غير الموسعات القصبية، مادة الكورتيزون، بس بنحاول نعطيها بشكل انشاقي انهيلر بخاخ. هلا اذا لم تستجب على هذا العلاج ممكن ببعض الاحيان نضطر انه حتى نعطيهم الكورتيزون الجهازي، يعني ممكن نضطر نعطيهم حبوب كورتيزون مثلا لمدة اسبوع الى 10 ايام ضمن تحت اشراف طبي. طبعا ما بنصح انه حدا ياخذ حب كورتيزون يعني من تلقاء نفسه، بس انه يراجع الطبيب لحتى يوصف له حب الكورتيزون مع بعض الشربات او حتى مع بعض مضادات التحسس. هلا بعض الشربات العشبيه ممكن تساعدنا بهذا الشيء، يعني كمان في عندنا بعض الشربات العشبيه. طبعا احنا ما كثير بنفضل شربات الساعده اللي بتحبس القشع، يعني لانه احيانا ممكن انا اعطيت دواء مثبت للسعال وكان الشخص عنده قشع او بلغم فهذا الشيء ممكن يحتبس. فالشربات العشبيه لها تاثير حلو انه ما ممكن تعمل هذا الشيء، وممكن يعني تهدي هي الساعده بشكل حتى موضعي، يعني الشخص بيقول انه مجرد اخذ الشراب حتى يشعر انه عملت حتى تاثير موضعي ممكن يهدي هي الساعده. طبعا ما بنصح العالم تخاف منها هي الساعده، يعني هي ساعده ما بتخوف بشكل عام، بس كمان انه ما اتركها، يعني بفضل انه على الاقل انا اصدر التشخيص اني راجع الطبيب اعمل صوره صدر بس اتاكد انه اطمنت انه الرئه طبيعيه. اذا انا عندي غالبا تشخيص متلازمه بعد التهاب القصبات ممكن ايش هي العلاجات اللي الموسعات القصبيه والبخاخات الكورتيزونيه، وحتى الكورتيزون الحب اذا اضطريت اخذه لكم يوم فما بيشغل بال، يعني انه اخذه تحت رقابه طبيه. طيب اليوم دكتور مع انتشار هي الامراض وفصل الشتي وغياب كثير من وسائل التدفئه للاسف، اليوم يمكن الامراض عم بتزيد والمشاكل التنفسيه كمان عم بتزيد بحكم هي الظروف كلياتها. كجانب وقائي ممكن نحن ننصح العالم فيه، شو بتحب تنصحهم؟ طبعا الصحة التنفسية هي شغلة هامة، يعني بالنسبة لنا انه طبعا اللقاحات اللي بيتمكن ياخذ لقاحات هي شغلة كثير مهمة. بجوز لقاح ذات الرئة له شوية خصوصية ممكن نعطيه لفئات معينة، بس لقاح القريب هو لقاح ممكن ينعطى لجميع افراد المجتمع، يعني بدون استثناء اي شخص قادر يأمن اللقاح ياخذه ضمن ظروف حتى معينة. المرأة الحامل بتقدر تاخذه، حتى المرأة الحامل بامكانها تاخذه، فهذا ممكن يعملنا وقاية من القريب. طبعا بجوز واحد يقول انا اخذت اللقاح وقربت، ممكن هذا الشيء يصير لانه هو ما حيعمل وقاية 100%، يعني يعمل لي وقاية 60-70%، بس يعني هي نسبة جيدة. إذا طبعا الموضوع التدفئة مثل ما تفضلتي، بجوز نحن التدفئة مثلا اللي بيتعرضوا للوقود أو للحطب، يعني هذا كمان قد يكون شوي مؤذي لصحة الجهاز التنفسي. الرياضة جيدة جدا. هلأ بننصح أنه باعتبار دائما نحن درهم وقاية خير من قنطار علاج، أنه إذا في عندي شخص مصاب بقريب بالبيت أو ضمن مكان أو حتى الطفل مصاب عنده حرارة عالية، أني ما أبعته على المدرسة خلال هال 24 ساعة اللي هو عنده حرارة عالية حرارته 39 أو 40، ريحه حتى ما يتعرض لرفقاته أنه ممكن ينقل العدوى لأشخاص آخرين. إذا أنا شخص بعرف حالي أنه في أشخاص أنا بمرض أكثر من غيري، بفضل أنه يبعد. إذا فات إلى مكان مثلا في عجقة، فات يشتري أغراض ضمن مكان فيه زحمة، فضل أنه يرتدي كمامة ضمن هالأماكن، حاول أنه يعني نبتعد عن تعقيم اليدين. طبعا ممكن يساعدنا هذه، يمكن الإجراءات كمان معظمها خلال فترة الكورونا صارت العالم عندها يعني خبرة صحية وعي أكثر فيها، صار عندها خبرة منيحة في طرق الوقاية. طبعا الغذاء الجيد كثير منيح، وما نتعرض للهواء البارد، يعني ما نحاول أنه نطلع بذروة التعرض للهواء البارد، لأنه هذا الشيء مثل ما فضلتي الجو البارد هو من الشغلات اللي تضعف مناعة الطريق التنفسي، وكمان كمان بيأذي صحة الجيوب. ودائما نحن بيهمنا وقت بيصير في كمان يعني أذية بالجيوب وبالجيوب الوجهية، كمان دائما هي المفرزات اللي بتنزل من أنف الجيوب كمان ممكن تنعكس على الجهاز التنفسي السفلي، فهدول كلهم إجراءات ممكن يساعدونا إن شاء الله يعني بالوقاية إلى حد ما من الإنتان التنفسي. أكيد. دكتور حسام، هل الزلة التنفسية هي ممكن ينشفها من الشخص كاملا، أم أنها هي ممكن تصير مزمنة أو ممكن بعد فترة يرجع تعود له؟ كمان تساؤل بيسألوه بعض الأشخاص. هلا إذا الزلة التنفسية إلى سبب قابل للشفاء فهي يعني هي عبارة عن عرض إلى مرض، فمثلا إذا المريض عنده نوبة ربو حادة مثلا، هي نوبة الربو الحادة حتى عمل زلة تنفسية، فإذا أنا عالجت نوبة الربو الحادة ضبطت الأعراض فغالبا ممكن تختفي الزلة التنفسية. لا، في عندي أنواع من الزلة التنفسية اللي هي ممكن مثل ما تفضلتي تكون مزمنة، هي بتصير عند مرضى اللي عندهم السي او بي دي أو الداء الرئوي الانسدادي المزمن، اللي هو أصلا في عنا صار أذية خلينا نقول بالطرق الهوائية، والأذية مع الأسف بتكون إلى حد ما يعني غير عكوسة، فبتكون الأصابات متضيقة بشكل غير عكوس، فممكن هي الزلة التنفسية ترافق الشخص وممكن حتى تكون مترقية، يعني ممكن حتى إذا استمر بالتدخين. لذلك هلا نحن بعد نستغل الفرصة إنه ننصح الأشخاص اللي بيدخنوا إنه يعني إذا الشخص تم تشخيصه بمرض الداء الرئوي الانسداد المزمن وحتى أصغر ما تم تشخيصه، ننصحه يعني إنه يعني نقلع عن التدخين، لأنه ثبت إنه هو بالدرجة الأولى هو الوقاية من هذا المرض. هلا في عندي أمراض مثلا إذا سيدة عندها فقر دم،
بيعوز الحديد، وانا عوضت له الحديد او عوضت له الشيء المعدني الناقصه، فبيفترض انه الزله التنفسيه تبعها كمان خف. تتحسن ممكن تتحسن وتختفي بشكل كامل. هلا في عندي الزله تبع القلق والتوتر، في عندنا زله من انواع الزلات وهي كمان يعني بنشوفها شائعه عندنا، اللي هي مثلا بترافق ايامات الطلاب بالامتحانات بحالات الستريس بحالات التوتر، انه بيكون ايامات بيجي انه ما فيه شيء، شاب احيانا ما فيه اي شيء، فجاه بيلاقي نفسه نتيجه سبب قلق او توتر، فغالبا نحن بغياب هذا السبب اذا اختفى التوتر او الستريس اللي عم يتعرض له فغالبا رح تختفي معه الزله التنفسيه. اذا شخص عنده مشاكل بجيوب الوجه مثلا، عنده ضخامه بالقرينات وعم تعمله ضيق بالتنفس او شخير ليلي، اذا انا عالجتها اعطيتها البخاخات المناسبه، اعطيتها بخاخ الكورتيزون، فبتلاقي انه بتتحسن هي الاعراض. اذا جزء كبير من الزلات التنفسيه قابله لهذا الشيء، حتى القلبيه، يعني اذا نحن في عندنا اشخاص مصابين بقصور قلب وهي سبب شائع عندهم الزله التنفسيه، اذا نحن عالجناهم بادويه قصور القلب المناسبه، انعطوا المدرات او الادويه اللي بتعالج قصور القلب، بنلاقي انه رجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي واختفت اعراض الزله التنفسيه، وهي مؤشر بالنسبه لنا على انه المرض اللي عند المريض القلبي او المريض الصدري هو شيء مضبوط. فنحن دائما بنسال انه الزله التنفسيه اختفت، اختفت الزله التنفسيه، فهون نحن بنشعر بالراحه انه طابت بشكل كامل. بعض الامراض مثل يعني حكينا ممكن تترك بعض الاثر، وخاصه الامراض المزمنه السي او بي دي وتليف الرئه. نعم، يعني بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد دائما بنتمنى الصحه والسلامه والوقايه لكل الناس. شكرا لك دكتور. شكرا لاستضافتكم، نتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا لكم. شكرا لك دكتور ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لكم.